طب يا شباب، بسم الله. قلنا بنحلل في الانكم ستيتمنت، والنقطة اللي وصلنا لها انه سمعت كل شيء. والله أكون سمعت كل شيء والله. فهنا عندنا المبيعات قصب قصد اللي هو جروس بروفيت، عندنا جروس بروفيت الاوبريتنج انكم والابيت والارنينج بيفور تاكس والنت انكم. فلما نحلل البالانس الانكم ستيتمنت راسيا، كل التحليل ده داخل الانكم ستيتمنت، فبننسب اي بند من الارباح دي الى المبيعات بشكل ريشيو. الريشيو بتوضح لك اللي هو ماكسيمال بسط على المقام، بيدي لك عدد الوحدات الموجودة في البسط لكل وحدة من المقام. فلما ننسب الجروس بروفيت إلى السيلز، معناها بديني هنا عدد الوحدات أو الجروس بروفيت إلى المبيعات، عدد الوحدات من الجروس بروفيت لكل دولار من المبيعات. فلما أضرب في 100 معناها بيجي لك نسبة كم في المية من الدولار الواحد من المبيعات يمثل الجروس بروفيت. ده بيساعدك في عدة أشياء. بيساعدك أنك أنت إذا كان مثلا عايز تتوقع الجروس بروفيت يكون كم، فما عليك إلا مثلا تضرب المبيعات في النسبة دي بيجي لك الجروس بروفيت. بيساعدك أيضا في المقارنة بين الشركات، يعني كان نسبة مئوية تستطيع أن تقارن الشركة الصغيرة مع الشركة الكبيرة. فده بسموه التحليل الرأسي للإنكم ستيتمنت، اللي هو بننسب كل الربح، ويعني حتى البنود داخل الإنكم ستيتمنت ممكن تنسبها إلى المبيعات. هنا كلها بننسبها إلى المبيعات عشان نشوف الكيكة الكبيرة الخاصة بالمبيعات هذه كيف تقسمت. يعني مثلا لو كان قلنا الجروس بروفيت 75 الكوست اوف جودز سولد 75% من المبيعات، ده حيكون 25% منها، ونشوف مثلا هنا المصروفات اخذت 10% منها وهكذا. لا، في النهاية كم في المية المفترض انه تمثل من كل دولار من المبيعات، كم في المية حيكون النت انكم. دي البروفيتابيليتي بنحللها رأسيا. والتحليل الثاني للبروفيتابيليتي انه بننسب بنود الانكم ستيتمنت الى بنود في البالانس شيت اللي هي التي لها علاقه. فهنا مثلا ممكن ننسب النت انكم الى الاونرز ايكويتي، لانه النت انكم هنا النت انكم هو تابع لمين؟ تابع لمقدمي اللي هم الكابيتال اللي هم الاونرز. فهنا بشوف ايش العائد على الاستثمار الخاص بالاونرز. فلو مثلا لو قلنا النت انكم كان 1000 والاونرز جابوا لي 100,000، معناها 1/100 لما اضربها في 100 يجي لك 1%. ماذا تعني 1%؟ معناها 1% الاونرز هذول صافي الانكم جابوا جالهم 1% من اي دولار استثمروه. فده بيساعدنا ايضا في المقارنه ما بين العائد على حقوق الملكيه في الشركات المختلفه، عشان نشوف مثلا واحد يبغى يستثمر في هذه الشركة العائد اللي بيجي له مثلا 1%، الشركة الثانية العائد على المبالغ المستثمرة 4%. مثلا في هذه الحالة بقول ايش؟ بقول يعني انه لا، المفترض استثمر في الشركة الثانية. فانا بننسب في الغالب اللي هو بيحسبوا، لما ننسب هنا بيحسبوا الريتيرن اون. الريتيرن اون ماذا؟ الريتيرن اون الاسيتس
اللي هي الأصول اللي شغالة اللي ولدت هذا الإنكم. سنشوف هل الأصول دي أنا استخدمتها بطريقة فعالة. مثلا لما أقسم معناها النت إنكم على الأسيتس معناها بيجيني العائد على الأصول Return on Assets. لما أقسم النت إنكم على الإكويتي بيجي لك Return on Equity. لاحظ هنا قسمنا بند في الإنكم ستيتمنت على بند في البالانس شيت على بند في البالانس شيت. فدائما بيجي لك Return on Assets, Return on Equity. فهنا الثاني في اللي هو الريشيوز الثانية اللي هي بيسموها دي بيسموها البروفيتابيليتي الربحية. في ريشيوز ثانية اللي هي الاكتيفيتي اللي هي الخاصة بالنشاط. هذه الخاصة بالنشاط أيضا بتنسب بند من الانكم ستيتمنت إلى بند من البالانس شيت وبتوضح كفاءة إدارتي للأصول الأصول الشركة. عشان كده بقول على بيطلق عليها اللي هي التيرنوفر ريشيو التيرنوفر ريشيو. فهنا برضو بينسب بنسب بند من الانكم ستيتمنت إلى بند في البالانس شيت. مثلا لما أنسب الكوست أوف جود سولد إلى الانفنتوري كوست اوف جود سولد في البالانس شيت في الانكم ستيتمنت الى الانفنتوري بيديني الانفنتوري تيرن اوفر. ماذا يعني التيرن اوفر؟ زي ما قلنا لما نسيبهم مثلا جات لك ثلاثة معناها الريشيو دي جات لك ثلاثة. في الغالب التيرن اوفر ريشيو ما بنعملها نسب بنعملها عدد مرات. يعني مرات مثلا لما اقسم الكوست اوف جود سولد الى الانفنتوري معناها الكوست اوف جود سولد بتعادل ثلاث مرات المخزون. معناها انا المخزون هذا دورته ثلاث مرات وحولته الى كوست اوف جود سولد. ده المعنى بتاعه. فكل يعني زي ما قلنا في السابق كل ما كان التيرن اوفر عالي كل ما استطعت أن أحول الانفنتوري إلى كوست أوف جود سولد الانفنتوري إلى كوست أوف جود سولد وبينتج منها ربح. فمعنى بكسب الفرق ما بين التكلفة المخزون والمبيعات اللي هو الجروس بروفيت بكسبه كنسبة كمبلغ. فكل ما كان الانفنتوري تيرن اوفر كبير كل ما كان الربح كبير ويحبس. طيب أيضا بينسب المبيعات الى الاي ار لان الاي ار بتولد المبيعات بتولد اي ار مبيعات بتولد اي ار. معناها انا لو عندي حجم اي ار محدد الف وهذا الالف كل ما يحصل بحصله بحولها الى مبيعات. معناها لو المبيعات تعطينا 5000 معناها أنا هذا الرصيد بتاع العملاء أنا عملت كرييشن للاي ار بخمسة مرات للاي ار هذه. فدي معناها كل ما أنا حولتك اي ار إلى مبيعات يعني بعت مبيعات حولتها لاي ار الاي ار حصلتها عملت مبيعات الاي ار حصلتها معناها دي بسموها الاي ار تيرن اوفر. هذا التيرن اوفر اللي هو بتاع الاي ار بيولد لك ليكويديتي كاش لان احنا عارفين الاي ار لما احصلها بحولها الى كاش. فدول اثنين من الاكتيفيتي ريشيوز. في اكتيفيتي ريشيو اخرى اللي هي بينسبوا المبيعات الى الاسيتس السيل على الاسيتس. وضح لك التيرن اوفر حق الاسيتس يعني كم مرة حجم الأصول دي ولدت مبيعات. بمعنى آخر يعني لو كانت المبيعات 10 مليون والأصول بتاعتي أنا 1 مليون معناها بيجيني هنا التيرن اوفر حق الأصول 10 مرات
يعني معناها أنا ولدت مبيعات على قدر حجم الأصول 10 مرات. معناها أنا هنا اشتغلت يعني فعلا النشاطي الأصول هذه يعني شغلتها بطريقة فعالة. ما هو يعني ما اسمه إيه ما خليتها خامدة، شغلتها ولدت لي مبيعات 10 مرات على قدر حجمها. فدولة الاكتيفيتي ريشيوز، وعشان كده نحن يعني عندنا البروفيتابيليتي ريشيو، ودي البروفيتابيليتي قلنا في الانكم ستيتمنت نعملهم يعني الجزء الاول اللي هو داخل الانكم ستيتمنت بنعمل الارباح كنسبه من المبيعات، وننسب هنا في الثانيه ننسب الانكم ستيتمنت الانكم ستيتمنت او النت انكم الى الانفستد كابيتال. والاكتيفيتي الاكتيفيتي ريشيو تديني الانفنتوري تيرن اوفر والانفنتوري دايز، مهمه جدا. فلو قلت الانفنتوري تيرن اوفر معناها 5، ماذا يعني؟ معناها انا الانفنتوري حجم الانفنتوري ده نقول نحن عندنا بنقول ايش قلبنا الانفنتوري تيرن اوفر، معناها انا قلبت الانفنتوري تيرن اوفر اقلبه. ماذا يعني باقلبه؟ اقلبه معناها شيل اشتري الانفنتوري واقلبه اعمله حوله الى بيعه. فانا اذا كان الانفنتوري انا عندي قلبته 5 مرات في اليوم في السنه، معناها انا عايز اشوف عدد الايام اللي بيجلس معي الانفنتوري فيها اللي هو عدد الايام اللي بيجلس معي. انا في السنه قلبته 5 مرات، معناها بقسم 360 او 365 على 5 مرات عشان اشوف القلبة الواحدة التيرن اوفر الواحدة بكم. معناها هنا 5 × 5 = 7 أو 6 × 6 = 73. كم؟ 73. معناها بيجلس معي كم القلبة الواحدة التيرن اوفر الواحدة بتجلس معي 73 يوم. فديتني مؤشر تاني أنه المخزون هذا بيجلس معك من لحظة جبته إلى لحظة أنك بعته بيجلس معك 73 يوم. تضطر تاني تجيب مخزون وتبيعه هكذا. كذلك الريسيفبل تيرن اوفر. الريسيفبل تيرن اوفر معناه الريسيفبل دايز. معناها أنا لو قلبت الريسيفبل هذه 4 مرات ماذا يعني؟ معناها أنا خلقت الريسيفبل وحصلتها. خلقت ريسيفبل وحصلتها. معناها ايضا نفس الشيء انا هقسم ايش؟ هقسم ال 300 مثلا، هنا خلينا نقسم ال 360 على 4 اللي هو معناها كل 90 يوم انا بقلب هذه الريسيفبل. بقلبها يعني معناها الريسيفبل بتجلس معي 90 يوم، الانفنتوري بيجلس معي 73 يوم. الفيكس اسيت تيرن اوفر اللي شرحناها اللي هو دوران تحويل قيمة الأصول أو قيمة المبيعات كم مرة بيساوي حجم الأصول اللي عندك اللي هي المبيعات على فهنا دي مهمة جدا اللي هو التحليل هذه. عندنا الريشيوز هذه مثلا نعايز واحد دلوقتي إيش عايز واحد اللي هو نحلل الكرنت أسيتس والكرنت لايبيليتي كرنت أسيتس كرنت لايبيليتي. شباب نحلل الليكويديتي، نحلل الليكويديتي. الليكويديتي عين ألقاها بلقاها في الكرنت أسيتس إلى الكرنت لايبيليتيز. فأنا لو عايز أحلل أنا بشرح لك إياه بعد شوية. عايز إيه؟ عايز واحد يبدأ يقول لي إياه، يقول لي إياها كأرقام. فهنا مثلا أول شيء ببدأ بالإجماليات، بقول نسبة الكرنت أسيتس إلى الكرنت لايبيليتي. دي بيسموها الأول شيء الوركينج كابيتال اللي هو الكرنت أسيتس ناقصا الكرنت لايبيليتي.
والكرنت ريشيو. الكرنت ريشيو اللي هو بيقسمه ايه؟ بيقسمه نسبة الكرنت اسيتس الى الكرنت لايبيليتي، بشرح لك اياها بعد شوية. الكويك ريشيو، الكويك ريشيو هي عبارة عن نسبة، لاحظ هنا كلهم بنقسمهم الى ايش؟ بنقسمهم الى الكرنت لايبيليتي، كلهم بنقسمهم الى الكرنت لايبيليتي. الكويك ريشيو او بسموها الاسيد تيست ريشيو، الكويك ريشيو هي الاصول السريعة التحول الى كاش، سريعة التحول الى كاش. ما هي؟ هي هذه الريسيفابل والماركتابل سيكوريتيز، الريسيفابل والماركتابل سيكوريتيز، هذه هي الأصول الممكن سريع جدا نحولها إلى كاش. هذه أيضا بننسبها إلى مين؟ بننسبها إلى الكرنت لايبيليتي. الأخيرة اللي هي الكاش ريشيو، الكاش ريشيو بنشوف الكاش، الكاش اللي عندي كم نسبته إلى الليابيليتيز. معناه هنا أنا 25، هتكلم عن 25 بافتراض أنه الماركتابل سيكوريتيز هذه ليس كاش إكويبلنت، ليس، لو كانت الماركتابل سيكوريتيز كاش إكويبلنت لانضمت إلى الكاش، فأنا بنسب هنا الكاش إلى الكرنت لايبيليتي. الأخير الكاش فلو ريشيو، دي بعدين إن شاء الله في الكاش فلو فروم أوبريشن دي بحنجيبها لما نشتغل بها، لما نشتغل على الستيتمنت أوف كاش فلو. فهنا ماذا يعني أول شيء الوركينج كابيتال؟ الوركينج كابيتال هو حجم الفائض من الأصول المتداولة إذا سددنا الالتزامات المتداولة. فعايز دلوقتي إيش؟ واحد اشتغل معي، عايز واحد يشتغل معي في تحليل هذه. ها يلا يا شباب، واحد يرفع يده، اول واحد يرفع يده حيكون واصل معي. ها يا شباب، الحكايه ما واضحه؟ ايوه محمد. السلام عليكم حبيبي، الله يسلمك. الوركينج كابيتال كم اللي هو الكرنت اسيتس ناقص الكرنت لايبيليتي؟ كم الوركينج كابيتال اللي هو الكرنت اسيتس؟ 200 ناقص 100 ناقص 100 اللي هو 100,000. اه 100. ماذا يعني لك الوركينج كابيتال؟ تفهم منه ايش؟ طرحت الكرنت اسيتس ناقص الكرنت لايبيليتي، ما معناها هي. معناها انت لو سددت الكرنت اسيتس بتبقى لك كم من، لو سددت الكرنت لايبيليتي كم يتبقى لك من ال... من ال... من الكرنت اسيتس لكي تستغله في العمليات التشغيليه. دي ده الوركينج كابيتال. طبعا الوركينج كابيتال ده ال100 مليون ماذا تعني؟ مين معي، محمد ولا مين؟ أي محمد معك، محمد دينار يا دكتور. محمد، ما هل يمثل المية مليون، هل المية مليون بالنسبة لمالك البقالة والمية مليون لشركة كبيرة، هل هو بينظروا له نفس النظرة أم يمثل معنى يعني مبلغ كبير جدا عند بتاع البقالة؟ هو كنسبة نفس المعنى، لكن كمبلغ فعلا بيمثل كبير البقالة. يا سلام عليك، كنسبة نفس الشيء. نعم كنسبة نفس الشيء، لكن إذا أخذناه absolute value قيمة مطلقة، معناها بتاع البقالة ده لو قلنا له 100 مليون حيقع من طوله. صحيح. لكن بالنسبة للشركات الكبيرة 100 مليون يعني يا دوب تقول لك هذه مبلغ تافه. إذا كانت نعم. مثلا مليارات تتعامل ب بمليارات. فمعنى الكلام ده انه هذه الريش، هذا الوركينج كابيتال، لاحظ هو طرح، لا يساعدني في ان اقارن ما بين الكبير والصغير، صح؟ نعم.
لذلك انا بعمل ايش؟ بدلا من ان اطرحهم بقسم الكرنت اسيتس على الكرنت لايبيليتي زي ما تفضلت، بيجيني الكرنت ريشيو. هنا استطيع ان اقارن ما بين مين؟ ما بين الكبير والصغير. كان لما حولتها لريشيو، هل تغير معناها؟ لا تغير، لانه زي ما قلنا لك قبل، لما احول الى ريشيو معناها بدي لك عدد الوحدات اللي موجوده في البسط لكل وحده من اللي موجود في المقام. معناها هنا ايش؟ 2 دولار من الكرنت اسيتس لكل وحده من الكرنت لايبيليتي، صح؟ معناها هنا بتعبر عن ايش؟ تعبر عن انك انت تستطيع ان تسدد الكرنت لايبيليتيز مرتين. مرتين، نعم. صح؟ نعم. فهنا مثلا هنا استطيع ان اقارن ما بين الكبير والصغير. اذا وصلت الكرنت ريشيو عند البقاله 5 وعند الشركه الكبيره 2، في هذه الحاله الوضع البقاله ماله افضل من مين؟ من وضع الشركة كبيرة. صحيح. أنا تستطيع أن تسدد الكرنت لايبيليتي يعني كل 5 دولار من الكرنت أسيتس تستطيع يعني مجندة لتسديد دولار واحد من الكرنت لايبيليتي. هذه اللي هي الكرنت ريشيو. لاحظ الكرنت ريشيو يا محمد، أخذنا كل الأصول المتداولة. هل كل الأصول المتداولة سريعة التحول إلى كاش؟ لا، هي متدرجة. متدرجة. نعم. معناها إذا كان أنا عايز أعمل ريشيو تديني السيولة بدرجة عالية. نعم. هنا سيولة. أقوم أعمل إيش؟ الأصول اللي ما بتتحول إلى كاش او بطيئه التحرك الى كاش، من ضمنها مين؟ الانفنتوري. هذه وهذه اشيله. صح. تبقى معي الاصول السائله او الكويك، الاصول السريعه التحول، بتدي لك مقياس للسيوله بدرجه احسن من القديمه. لان القديمه تتطلب ايه؟ تتطلب أنك أنت كل أصولك تحولها إلى لكي تتحصل على 200 وتقسم هنا على 100. فهل من الممكن أن الشركة في يوم من الأيام كل أصول دي الأصول المتداولة تتحول إلى كاش؟ هل ده ممكن يحصل؟ هل ممكن يحصل؟ يعني في لحظة من الزمن دا كاش بس. أصلاً ما ممكن. أصلاً لا يمكن. لا أذروايز يعني معناها إيه؟ حولت لا عندك إنفنتري ولا عندك زمن مدينة ولا عند ما عندك إنفنتري، معناها حتقعد تعمل إيه؟ معناها ما عندك إنفنتري، معناها ما حد بيع حاجة. فعشان كده لجأوا لإيش؟ لجأوا للكويك ريشيو. الكويك ريشيو هنا كم الحين؟ الكويك ريشيو اللي هو الأصول السريعة التحول إلى كاش، اللي هو إيش؟ الريسيفابل والماركتابل سيكيورتيز، بالإضافة إلى الكاش نفسه. الكاش ده أساساً كاش 40-60، معناه هنا الكويك ريشيو اللي هو 100 على الكارنت لايبيليتي 100، معناه فقط هذه الشركة باستطاعتها استخدام أصولها السائلة وتستطيع أن تسدد التزاماتها المتداولة، صح؟ يعني واحد لواحد متساوية. إيه متساوية؟ واحد يجي يقول لك مرة واحدة باعتبارها مرة واحدة. نعم. واحد يجي يقول لك الريسيفابل دي ليست كاش والماركتابل سيكيورتيز ليست كاش، اقول له طلع الريسيفابل وطلع اي شيء
وديني في النهاية الكاش ريشيو. الكاش ريشيو معناها 25 على 100 اللي هي 0.25. فهنا دي اللي هو لاحظ هنا من الكرنت اسيتس وكرنت لايبيليتيز كم ريشيو او طلعنا كمعادله كويك كاش فلو ريشيو. لكن الكاش فلو ريشيو دي جايه من الانكم من الستيتمنت اوف كاش فلو، فانا بعتبرهم خمسه ريشيوز انا بطلعهم فقط من الكرنت اسيتس وكرنت لايبيليتي، من الكرنت اسيتس وكرنت لايبيليتي. ف هذا الجزء من معنى الكلام ده يا محمد، كل ما كانت الكرنت اسيتس كبيره كل ما كان هذه الريشيوز كلها مالها كبيره، صح ولا لا؟ عم نقسم اسيتس على لايبيليتي، وكل ما كانت الريشيوز دي كبيره كل ما كانت الكرنت اسيتس كبيره كل ما كان الريشيوز هذه كبيره. عشان كده ده السبب ان الناس بتحب تصنف اصولها وين، تحب تصنف اصولها في الكرنت ريشيو كيف تحسن كل هذه الريشيو. معناها دي اللي هي بالنسبه للدي ليكويديتي ريشيو. دوران المخزون، دوران المخزون المعادله بتاعته قلنا ايش المعادله بتاعته، اللي هو الكوست اوف جود سولد على الانفنتوري. اكتبوها عندكم. وعدد ايام المخزون بنقسم ال 365 على التيرن اوفر. يعني لو كانت الكوست اوف جود سولد 1000، لو كانت الكوست اوف جود سولد 1000 والانفنتوري 250، معناها التيرن اوفر 4 مرات. بيحسبها بالمرات، تقولوا مرات عدد ايام الانفنتوري دايز اللي هي مثلا عكس، انا خليها 360 عشان تجيني 90 هنا، بقسم السنه بعمل السنه 360 على 4 بيجي لك 90 دايز يوم. نعم. الاي ار تيرن اوفر، الاي ار تيرن اوفر اللي هي المبيعات على الاي ار. فلو كانت المبيعات 600 والاي ار 50، ما ممكن تحصل دي الاي ار 100، معناها بيجيني هنا 6 مرات. عدد ايام الذمه والمدينه بقسم 360 على 6 اللي هي بتجي لك 60 دايز. الدورة التشغيلية، الدورة التشغيلية هي زي ما قلنا الأوبريتنج سايكل، هي المدة الزمنية من لحظة شراء المخزون إلى أن يرجع لي تاني كاش. فهي تساوي إيش؟ تساوي عدد أيام المخزون زائد عدد أيام الذمم المدينة. طيب عدد ايام المخزون هنا طلع معانا كم محمد؟ عدد ايام المخزون 90 يوم، وعدد ايام الذمم المدينه 60، معناها الدوره التشغيليه 150. معناها دي الفتره الزمنيه من لحظه انه انا اشتريت المخزون وجلس معي في المخزون 90 يوم، ثم ثانيا جلس ذمة على الذمم المدينة 60 يوم، أصبح 150 يوم. فالدورة التشغيلية دي يا محمد أنا عايزة قصيرة أم طويلة؟ الدورة التشغيلية دي أنا عايزة قصيرة أم طويلة؟ أكيد قصيرة، أكيد قصيرة. طيب كيف أقصر المدة؟ كيف أقصر المدة دي؟ معناها أقلل
عدد أيام المخزون أو أقلل عدد أيام الذمم المدينة. تقلل عدد أيام المخزون، تقلل عدد أيام الذمم المدينة، معناها عايز تعمل التيرن أوفر عالي. لأن هنا في المعادلة دي عدد الأيام بيساوي إيش؟ 360 على التيرن أوفر. كل ما قسمنا عليه مبلغ قليل كل ما التيرن الديز أصبحت كبيرة. معنى أنا بحاول أقلل عدد أيام المخزون، معناها لازم أزيد التيرن أوفر. عايز أقلل عدد أيام الذمم المدينة، معناها لازم أزيد التيرن أوفر حق الذمم المدينة. زيد الذمم المدينة عشان تقلل بها. طيب الأكاونتس بيبل، الأكاونتس بيبل تيرن أوفر اللي هي البيركيزيس المشتريات على الـ AP. دي معناها إيش؟ معناها قيمة المشتريات تعادل كم مرة رصيد الـ AP، كم مرة أنا خلقت AP وسددتها. فالبيركيزيس لو كانت مثلا خلال السنة كانت 600 ودي كانت 300، الاي بي كانت 300، معناها التيرن اوفر حق الاي بي مرتين. معناها انا خلقت ريسيفبل ب 300 وسددتها مرتين خلال السنة. عدد ايامها اللي هو حيكون ايش؟ 180 يوم. 180 يوم. ثاني عندك اللي هي دورة النقد، خلينا منها الكاش سايكل. الكاش سايكل اللي هو الاوبريتنج سايكل ناقص الاي بي دايز. معناها الاوبريتنج سايكل قبل حسبناه 150 ناقص الاي بي دايز. الاي بي دايز طلعت معي 180. معناها الاوبريتنج سايكل او الكاش سايكل ناقص 30. ماذا يعني؟ معناها انا بيجيني الكاش بظرف 150 يوم، وبسدد للموردين او الموردين امهلوني 180 يوم. معناها ممتاز جدا، انا بفصل قروشي قبل ما تحل علي المديونيه الخاصه بالاي بي. ها؟ ب 30 يوم. فهنا الوضع انا دائما عايز ايش؟ عايز ااجل الاي بي، يعني عايز الدايز حقه الاي بي تكون اكبر من الدايز حقه الاوبريتنج سايكل. شايف؟ فانت بالنسبه لك يعني ده التحليل فقط اللي هو تحليل مبسط، عشان لو سمعت بالريشيوز دي ما تستغرب لها. فمهمه جدا هذه الريشيوز. ثاني الليفرج. الليفرج ده انا ممكن ارسل لكم مذكر عنه اللي هو الافلاس. ايوه قمر بقول لك الدوره بتاعت البيبل دي ما انا ممكن اكون عندي مشتريات كتير كاش يعني، فهل بتديني نسبه دقيقه كده؟ طيب هنا احنا قلنا شغالين في الحسابات، شغالين نظام اكرو والبيزيس. نظام اكرو والبيزيس، وفي فرق بين الاكرو والبيزيس والكاش. فانت حتى المشتريات الكاش اول شيء بتسجلها للاي بي، اول شيء بتسجلها للاي بي ثم ثاني بتسددها. فمعنى الكلام ده انه البيركيزز اللي عندنا هنا هي الكاش بيركيزز والكريديت بيرتشيز الاثنين، والاي بي اللي هنا ده لكل الاي بي، سواء كان سددت له لحظي كاش او سددت له باجل، فما بتفرق معايا الكاش بيرتشيز. البيرتشيز اللي هنا دي شامله كل شيء، شامله الكاش بيرتشيز، والاي بي اللي هنا شامله الاي بي اللي بتدفع لهم فورا اللي انت زمان سميتها كاش، والاي بي اللي بتدفع لهم اجل. واضحه؟ فما بتفرق معي، ما بتفرق معي.
ما بتفرق معي خالص. اوكي، وما ما له علاقة به. طيب الليفرج اللي هو الديون الى مثلا بيقسموا ايش في الليفرج عشان يشوفوا اللي هي السولفنسي، مثلا بيقسموا التوتال ديت للتوتال ايكويتي، يعني بينسبوا الديون الى حقوق الملكية. الديون اللي هي الخارجية مثلا لو كانت 1000 وحقوق الملكية 500، معناها الديون الخارجية تعادل مرتين حقوق الملكية، معناها انت عندك very high leverage او رفع مالي. الرفع المالي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن استخدام الديون الخارجية في تمويل الشركة. فكل ما كانت الليفرج عالي كل ما انت لجأت الى ديون خارجية كبيرة. فانا هنا في الحالة دي 2:1، معناها انا لجأت للديون الخارجية، عندي ليفرج عالي جدا، ليفرج عالي جدا، ليفرج عالي جدا، معناها خطير. الإكويتي تو توتال ديت او تعكسها، تعكس الإكويتي حقوق الملكية للديون كلها، الإكويتي للديون كلها سواء كانت كارنت أو نان كارنت. فأنا بقسم إيش؟ الإكويتي على التوتال ديت الدين العام اللي هو كارنت لايبيليتي زائدا نان كارنت لايبيليتي. فبشوف نسبة الأصول، نسبة الإكويتي. أيوة يا أستاذ مين؟ الطيب، الطيب ولا مين؟ هيا الطيب، الطيب الجيلي. ها، فهنا بنسب، لا افتح الميكروفون عندك، بنسب الايكويتي الى الديون عامة، او ما عايز الديون اللي هي الكارنت ولا لانه قبل قلنا الكارنت لايبيليتي بموله من الاصول المتداوله، بموله خلات مول الاصول المتداوله. لا بقسم ايش؟ بقسم اللونج تيرم ديت للايكويتي، الديون طويله الاجل الى الايكويتي فقط، ديون طويله الاجل الى الايكويتي. فانا بشوف ايش نسبه الديون طويله الاجل الى الايكويتي كم، او الفيكس اسيت للايكويتي، الفيكس اسيت على الإكويتي. دي بتوضح لك النسبة الفيكس أسيت إلى الإكويتي، يعني كم في المية من الفيكس أسيت بتعادل الإكويتي. فكل ما كانت كبيرة معناها الإكويتي هدول عندهم يعني الوصول للأصول يعني نسبة كبيرة جدا. أما لو كانت قليلة معناه هناك حماية، يعني المتبقي للإكويتي قليل من الأصول عشان يعني ملكهم، معناه الباقي كله للتمويل الخارجي. وطبعا دي فقط اللي هي زي ما قلت لك اللي هي ريشيوز يعني مبسطة وتحليلها، بس فقط أنا شرحتها معناها. بعدهاك الريتيرن أون إنفستد كابيتال، الريتيرن اون اسيت، لما اقول ريتيرن اون اسيت معناها النت انكم على الاسيت بيساوي لي 2 كومبوننت البروفيت مارجن اللي هو النت انكم على السيلز، بسموه النت البروفيت مارجن، مقسومه في السيلز على الاسيت. ده البروفيت مارجن، النت بروفيت، النت بروفيت مارجن مضروب في الاسيت تيرن اوفر، اسيت تيرن اوفر قبل الاسيت تيرن اوفر قلنا لك نقسم السيلز على الاسيت. ماذا تعني هذه الريشيو اللي هي دي بتعادل لك الريتيرن اون اسيت، العائد على الاصول. هنا معناها ايش؟ معناها العائد على الاصول ممكن تحسنه
اذا زدت النت بروفيت مارجن، النت بروفيت اللي هو لما تقسم النت انكم على المبيعات، فكل ما كان النت انكم صافي النت انكم الى المبيعات كبير، كل ما تحسن معك كذلك الريتيرن اون اسيتس، وايضا كل ما كان التيرن اوفر بتاع الاصول الاصول كلها كبير، كل ما تحسن الريتيرن اون اسيتس. فدي فقط اللي زي ما قلت لك يعني معها تحليلا البروفيت مارجن زي ما قلنا، الجروس بروفيت اللي هو الجروس بروفيت على سيلز، الاوبريتنج انكم، الاوبريتنج بروفيت على سيل، البروفيت نت بروفيت مارجن، النت بروفيت على السيل، وهكذا. ده قلنا التحليل الرأسي، وذاك التحليل اللي هو بتاع الخاصة بالبروفيتابيليتي لما ننسب الانكم الى الاسيتس، او ننسب الانكم ستيتمنت بند من الانكم ستيتمنت الى بند من الاسيتس. طيب ده تحليل اللي هو تحليل لك انت لكي تشوف السيولة بتاعتك، وتشوف في سنة معينة، في سنة معينة تشوف السيولة، تشوف البروفيتابيليتي، تشوف السولفنسي. لكن السيولة هذه الريشيو اللي بتجي لك في سنة معينة ما أقدر أحكم عليها أنها جيدة أم غير جيدة إلا إذا قارنا مع الماضي، مع نفس الريشيو بتاعتي أنا في الماضي، أو قارنا مع شركات أخرى. يعني مثلا لو كانت أنا جاتني الكارنت ريشيو، كارنت ريشيو كانت جاتني 5 اللي هو الكارنت أسيت على الكارنت لايبيليتي، السنة هذه جاتني 5، السنة الفاتت كانت 8. فسؤال صد محمد، صد محمد، محمد، السلام عليكم دكتور. مرحبتين حبيبي. الكارنت ريشيو هذه السنة كانت 5 والسنة الماضية كانت 8، هل تحسن أدائي أم ساء؟ قلنا الكارنت ريشيو كل ما كانت كبيرة كل ما كان أفضل، معناها هنا كانت 8، السنة هذه انخفضت إلى 5، ماذا يعني؟ يعني أنه أدائي إيش؟ أدائي في تحسن أم في تدهور؟ في تدهور. لا سيد، واضح سيد. هنا تبرز لك إيش؟ تبرز أهمية المقارنة مع السنوات لذلك حتى القوائم المالية، حتى القوائم المالية يقول لك إذا عملت income statement أو عملت balance sheet لابد أنك تديني عمودين، عمود هذه السنة وعمود السنة الماضية، تديني عمود السنة هذه وتديني عمود السنة الماضية حتى أنه يعني أطلع بنتيجة عن أدائي، هل أدائي في تحسن أم أدائي. لذلك نوع آخر نستخدم تحليل نوع آخر اللي هو بنسميه التحليل الرأسي والتحليل الأفقي. التحليل الرأسي اللي هو vertical common size financial statements، لما أقول common size معناها الحجم الموحد، الحجم الموحد، وvertical الرأسي. كيف أحول الفاينانشال ستيتمنتس هذه إلى حجم موحد بحيث أنه أستطيع أن أقارن الفاينانشال ستيتمنتس مع شركة كبيرة مع شركة صغيرة؟ ونحن بنعمل إيش؟ الكومن سايد بنعمل للإنكم ستيتمنت وبنعمل للبالانس شيت. في الانكم ستيتمنت بنقسم كل بند من الانكم ستيتمنت
كل بند من الانكم ستيتمنت بنقسمه الى المبيعات. ايش لاين في الفاينانشال في المكسيمو الى المبيعات عشان اشوف النسب المئويه كم. بالنسبه للبالانس شيت كل بند من البالانس شيت بنقسمه الى اجمالي الاصول او اجمالي الليابيليتيز وحقوق الملكيه لكي نشوف مثلا في الاصول اللي بنجينا مثلا الكاش نقسمه على اجمالي الاصول. الكاش كان 100 اجمالي الاصول كانت 1000 معناها هنا الكاش بيمثل 10% من اجمالي الاصول. فده بيساعدني في معرفه تركيبه الاصول. مثلا هنا في هذه المساله نون كارنت اسيتس كانت 80% الكاش كده الاذر كارنت اسيتس هتكون 10% لا اجمالي الاصول. فده التحليل الراسي وحولناه الى كومن سايز. كومن سايز في شكلي نسب مئويه. هذه النسب المئويه تستطيع ان تقارن بها الشركات الاخرى. تستطيع ان تتكلم عن دولار واحد. فاذا الفيرتيكال كومن سايز بالنسبه للانكم ستيتمنت بنقسم كل بند في الانكم ستيتمنت ايش اي لاين ايتم. كل لاين ايتم في الانكم ستيتمنت از اكسبريسد از ا برسنتج اوف ذا توتال ريفينيو نسبه من المئويه. مثلا هنجي بعد كده ايش النورمال ستيتمنت مثلا دي 2013 وهذه 2014. اذا اخذتها ارقام الانكم ستيتمنت المبيعات كوست اوف سيلز جروس بروفيت التاكسيز التوتال بروفيت اذا اخذتها ارقام يصعب انك انت تعرف الاحجام. لكن عندما تحولها الى نسب مئويه من المبيعات هتستطيع ان تعرف. يعني مثلا هنا حولناها 2013 و2014 حولنا الكوست اوف جود سولد 70% من المبيعات. في 2014 66% من المبيعات تكلفة. الجروس بروفيت اكيد اللي هو حيكون اذا كانت الكوست اوف جود سولد 70 الجروس بروفيت حيكون 30 وهنا 34 اللي هو 100 ناقص 66. النت انكم 13% 17%. كما تلاحظ انه لما تحولت كنسب مئوية اصبحت يعني تركيبة الانكم ستيتمنت واضحة بالنسبة لك وتستطيع ان تقارن. فنحن مثلا نتوقع ايش؟ نتوقع الكوست اوف جود سولد تكلفة المبيعات كنسبة مئوية المبيعات تكون ثابتة. فأنا عايز واحد أناقش معه الانكم ستيتمنت. مين معي غير محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام أستاذي. إسماعيل. إسماعيل كيف حالك؟ الله يحفظك. الكوست أوف جود سولد طبعاً تكلفة المبيعات كل ما كانت عالية معناها أنت أرباحك حتقل صح؟ فأنا متوقع مثلاً الكوست أوف جود سولد من سنة لسنة ما يحصل فيها تغيير كبير. فمثلا في سنة 2013 كانت 70% نسبة كبيرة. نعم. 14 كانت كم؟ 66. هل ده يعني بخليك تتساءل ليه ولا لا؟ طبعا بيقود لي تساؤل. طيب احتمال الأسباب تكون ايش؟ الأسباب يكون انخفاض في أسعار المشتريات. في أسعار المشتريات؟ نعم. أنا التكلفة كلا أو المبيعات أنا زدتها صح؟ زادت المبيعات والتكلفة ثابتة. قلت التكلفة ثابتة. أيوة. مثلا أزيد المبيعات والتكلفة تكون ثابتة. في هذه الحالة الجروس بروفيت حيكون أعلى بمعنى التكلفة حتكون
أقل كنسبة مئوية من المبيعات. نعم صحيح. لو وجدت معناها أنت لو وجدت في الكوست أوف جود سولد أو لو وجدت الجروس بروفيت تتراوح يعني كبير، الفروقات بيناتهم كبيرة، معناها ده هيخليك تتساءل ليه؟ صح؟ نعم. النسب هذه ما هي النسبة الشاذة بالنسبة لك بتخليك أنك أنت تدقق فيها وتشوف سببها؟ هل الجروس بروفيت؟ هل الكوست اوف جود سولد؟ هل التاكسيز؟ هل التوتال بروفيت؟ هل هناك تفاوت بين السنه اللي فاتت والسنه 13 و14؟ انهي واحده فيهم اللي بخليك انت تشك انه في مشكله؟ طيب انا عندي التوتال بروفيت في السنه الاولى 13%، رغم انه التكاليف اعلى. أو من التكاليف أعلى. لو فعلا التكاليف أعلى معناها حيكون أقل. أيوة نعم. وهذا ارتفع يعني البروفيت، التوتال بروفيت ارتفع رغم لأنه التكاليف قلت في معقول، بس هنا ارتفع ل 17 اللي هي 5. طيب 13 ناقص 17 اللي هو 4. ارتفع معي ل 4 صح؟ 4. طيب وهناك 66 ناقص 70 4% تساوي نفس النسبة. يعني معناها السبب في ارتفاع الربح هو انخفاض تكلفة المبيعات. انخفاض تكلفة المبيعات لأنه نفس النسبة 4-4. ليست التاكسي. التاكسي نسبة ايش؟ متقاربة جدا. ممكن تصل بكونكلوجن انه ايش؟ سبب ارتفاع الربح هو انخفاض تكلفة المبيعات. فأنت أيضا بتشوف ليه التكلفة انخفضت، مع أنه الخطط بتاعتي مثلا عامل والله انخفضت أنه التكلفة المفترض تكون 70%، لا انخفضت 66%. أجي بعد كده أشوف السبب ليش انخفضت 66%، ليش انخفضت 4%. احتمالاتها إيش؟ التكلفة انخفض، احتمالاتها ايش؟ طيب هنا ممكن تكون المبيعات ما زادت يا شيخ يا دكتور. ممكن يعني المبيعات لو زادت النسبة حتكون اكبر من 4، نفس المبيعات بس قلت التكاليف. معناها التكاليف انا اشوف وين مصدرها. ممكن اكون انا اتفقت مع السبلاير خفض لي تكلفة الشراء. نعم. اذا ممكن قلد عملية التشغيل، بمعنى الطاقة التشغيلية كانت فيها توسع زايد. ممكن. ولا شوف فيه أنه مثلا ممكن مبيعات نزلناها لكن تكلفتها المقابلة ما نزلناها. يعني عملنا المبيعات لكن التكلفة المبيعات الخاصة بها ما نزلناها. معناه بتأكد أن أول شيء هل كل المبيعات اللي عملتها سجلت لها تكلفة ولا لا؟ إيه صحيح. جاي. فدي صحيح. دي أول شيء تقول إيش؟ لأن أنا في خطة الشركة مثلاً التكلفة تكون والله 70%. تكلفة 70%. إن ليش انخفضت كنسبة مئوية من المبيعات؟ أشوف هل المبيعات ظلت ثابتة؟ إذا المبيعات ثابتة والتكلفة انخفضت معناها هناك احتمالين. إما أنه انخفاض حقيقي نتيجة أنه أنا اتفقت مع السبلاير أنه يخفض لي التكاليف وهذا جيد، إما أنه تكلفة ما كلها داخلة. دائما بتحصل عندك واحد يكون ما دخل التكلفة. شايف التحليل الرأسي أهمية بالنسبة لي. بالنسبة للبالانس شيت مين معي؟ هذا نعم. مين؟ اسماعيل. اسماعيل معلش والله نسيت الاسم فورا. عليك. يعني شايف اهميه الكومون سايز بالنسبه للانكم ستيتمنت. نجي نشوف هل الكومون سايز مهم بالنسبه للبالانس شيت، معناها حيوري لك ايش؟ حيوري لك يعني هيوضح لك تركيبة البالانس شيت.
يعني هنا الكرنت اسيتس في عام 18 نجاوش عام 18 رأسيا ونقارن مع 17. يلا اسماعيل. نعم الاسيتس كانت 48% من التوتال اسيتس، معناها ديك حتكون 48 حتكون ديك 51 او 52 من التوتال اسيتس. نجي عليها في سنة 17 43 معناها هنا 57. هل طبيعي ولا في مشكلة؟ 58 57 48 43 48 طيب أو 43 العام الماضي، السنة هذه 48 طيب في زيادة 57 58 57 كمبالغ ولا كم؟ دي كان اسمها هوية الأصول غير المتداولة، نان كارنت أسيتس، نان كارنت أسيتس، نان كارنت أسيتس 57%. هنا كانت 58 هناك كانت نان كارنت أسيتس 57%، يعني معناها تقريبا متقاربة، صح ولا لا؟ من 57 ل 53 58 من 53 ل 58 هنا 53 53 هناك 57 هناك 57 58 57 متقاربة ما في إشكالية. مظبوط. طيب الكرنت لايبيليتيز بالنسبة للإجمالي اللايبيليتيز حقوق الملكية، أول شيء التوتال، شوف التوتال لايبيليتي هنا تمويل 27% من مصادر خارجية و 72% من الإيكويتي هذه السنة اللي هي 18. في 17 التمويل 36 من المصادر الداخلية 64. هل يعني لك شيء ما؟ نعم بالطبع. أيوة. هذه عندي التمويل الخارجي ارتفع في السنه قل في السنه الجديده 2018 تمويل قل هنا. نعم تمويل من الايكويتي هنا ماله ارتفع معناها علامه إيجابية. علامه ايجابيه جدا أنا اعتمادي على الدين الخارجي معناها الليفرج أو الرفع المالي عندي تحسن. حقوق الملكية قدرت تمويل الكرنت. تمويل اللي هو يعني التمويل من الحقوق الملكية عامة أكبر من التمويل في من الليبلج. معناها الوضع الداخلي تحسن. الوضع الداخلي تحسن. كيف أعرف الوضع الداخلي تحسن؟ هنا عندك الأرباح، كان المرباح المجمعة 137. نعم. الأرباح المجمعة 179. شايف هنا معناها أرباحك فقط، أرباح اللي ظلت في حقوق الملكية زادت حوالي كم 40. زادت حوالي 42. زادت حوالي 42، لذلك تحسنت. طيب تحسنت يعني فعلا الأرباح تحسنت. فالتحليل الكومون سايز معناها بوضح لك تركيب البالانس شيت للبالانس كومون سايز بالنسبة للبالانس شيت، بوضح لك تركيبة الأصول وتركيبة الالتزامات وحقوق الملكية. تركيب يعني تحليل الانكم ستيتمنت كومون سايز بوضح لك أسباب اختلافات الأرباح. نعم. في أي لاين من الإنكم ستيتمنت؟ فأنا بسألك رأيك. نعم. هل يعني تبرز أهمية الكومن سايز كتحليل تكون أفضل للإنكم ستيتمنت ولا للبالانس شيت؟ الأهمية من حيث الأصول من البالانس شيت. من حيث الإيرادات والأرباح في الإنكم ستيتمنت. الإنكم ستيتمنت.
يعني انت محتاج لهم الاثنين. ايوه نعم، عشان اقيم الاصول واقيم حقوق الملكيه محتاج لها في التحليل بتاع البالانس شيت، لكن من حيث المصروفات والتكاليف والارباح محتاج لك تحليل الانكم ستيتمنت. تحليل الانكم ستيتمنت معناها عندك الجماعه اللي شغالين في العمليات، الجماعه اللي شغالين في المبيعات وفي في المشتريات دول اهم هم يحللوا ايش، البالانس شيت ولا الانكم ستيتمنت؟ انكم ستيتمنت. والمدير المالي والاداره العليا؟ البالانس شيت. البالانس شيت اكيد البالانس شيت. الله يحفظك يا ابو، الله يحفظك. الله يجزاك خير دكتور. تسلم حبيبي. طيب الهوريزونتال، الله اسماعيل خليك معي. طيب اغلبك. هذا عملنا ايش؟ عملنا راسي، نجي على الهوريزونتال الافقي. الهوريزونتال الافقي اهميته ان انا بقارن، اول شيء بستطيع ان اقارن مع نفسي للاعوام الماضيه واقارن مع الاخرين. ليش اقارن مع نفسي في الاعوام الماضيه؟ لكي اوضح الاتجاه، الترند، ترند اناليسيس. انا لما اقارن معناه هنا بقارن ايه؟ كل بند من الانكم ستيتمنت مثلا بقارنه على مدى الزمن، معناه عشان اشوف اتجاه المبيعات ماشيه وين. الشيء الطبيعي يا اخونا اسماعيل، يا ابن اسماعيل، الشيء الطبيعي في المبيعات الترند المفترض تكون طالعه ولا نازله؟ المبيعات طالعه، المفترض تكون طالعه. والمصروفات اما ثابته او منخفضه، او ثابته او منخفضه. كذلك انا بقارن مع الهوريزونتال اناليسيس في البالانس شيت، لكل بند من البالانس شيت بعمل مقارنه. مثلا اجعل الكاش، اعمل مقارنه اشوف الكاش ماشي وين، الاصول ماشيه كيف، الالتزامات ماشيه كيف. فالهوريزونتال اناليسيس بوضح لك الترند، بعض الاحيان يطلق عليها الترند اناليسيس او تحليل الاتجاه. فمثلا معلش هنا صغيره شويه، مثلا في الانكم ستيتمنت في الكرنت اسيتس بوضح انا الهوريزونتال وباخذ منه المعلومات. لكن انا بالنسبه لي الهوريزونتال اهم في الانكم ستيتمنت من البالانس شيت. لانه في الريفينيوز، في الريفينيوز انا عايز اشوف الريفينيوز في عام مثلا 18 14 15 16 17 18. الريفينيوز يا اسماعيل، يا اخونا ابن اسماعيل، لو اعطيتك اياها ارقام، لو اعطيتك اياها ارقام ما بتعطي قرايه، تقراها بسهوله؟ ما بتعطي قرايه الا حولها كنسب. نعم. وانسبها لعام مثلا 14، اقول والله اقسم 13 15 على 14، اخلي عام 14 ده سنه اساس. معناه اقول ايش؟ اقول هنا مبيعاتي زادت 27% عن عام 14، وهنا انخفضت، لاحظ 15 مع 16 انخفضت 7%. البيزك يكون 14 فقط؟ لا، البيزك كل سنة وقبلها. السنة السابقة. يعني بيقول عليها year on year. Y-O-U. Year on year. Year on year. Yoy. نعم. Yoy. Year on year. فبشوف أنا بالنسبة لها هنا مبيعاتي ارتفعت، ثاني حصل لها ايه؟ انخفضت، ثاني بدأت ترتفع، ثاني بدأت ماشية. هنا الترند بدأ ايه؟ لو رسمناها في شكل جراف عمل هكذا، وثاني بدأ يطلع. الجروس بروفيت ارتفاع انخفاض، ارتفاع ارتفاع، ارتفاع ارتفاع. طيب الريفينيوز،
هنا نجي نشوف الريفينيوز يعني 13% مثلا فاينانشال يير يو اس دولار ان مليون كنسب مئويه برضو. هنا الريفينيوز مصعد، دي شركه ثانيه، دي شركه جوجل، دي شركه ابل. لاحظ جوجل الريفينيو بتاعته 13 20 22 23، الجروس بروفيت 16 17 18 18، الابيتي ده الارنينج بيفور انترست تاكس ديبريسيشن امورتايزيشن برضه نوع من الربح 13 2. فاذا في ايهما افضل، شركه ابل ام شركه جوجل بالنسبه للانكم ستيتمنت؟ جوجل. جوجل اكيد الريفينيو بتاعتها ماشيه فين؟ ماشي ارتفاع فقط، ارباحها طالع ارتفاع. شوف ارباحها ال 16 17 ده الجروس بروفيت، 18 لما تجي على الربح الثاني 13 22 10 6، يعني لما مشينا على الارباح اللي تحت مالها انخفض انت بعد ذاك ايش الريشيو دي؟ زي ما نحن بنقول الريشيوز بتشير الى الى المشكله، لكنها ما بتوضح لك سبب المشكله. يعني لما اقراها كده انت بتقول والله انخفضت، بعد كده ايش هتسال نفسك؟ السبب ايش؟ ايش اللي خلاها تنخفض والمبيعات عاليه؟ فقط الريشيوز عملت لك ايش؟ الريشيوز قالت لك والله هناك في مشكله. طيب المشكله ايه؟ هناك خلل ما فتش عليه. هل الريشيوز يعني مفيده ولا غير مفيده؟ ها مفيده من تحديد المؤشر. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي مداخلة بسيطة في سؤالك أنت، لما قلت أحسن شركة جوجل ولا شركة أبل، أنا من وجهة نظري إنه أي نعم هي شركة جوجل تبان إنه هي أحسن من أبل، لكن ما لم نرجع للتحليل الرأسي ونشوف الربح ذاته جاي من ياتو ريشيو، ما بنقدر نتخذ قرار. والله أخذت الكلام من فمي. الريشيو دي بعد ما نحن نعرف انه المشكله هنا، بعد كده ايش نرجع للحاجات الثانيه، يعني نرجع للريشيوز الثانيه، نرجع للبالانس شيت، نرجع عشان نحدد اول شيء وين المشكله. الله يحفظك امي، الله يحفظك. امين يا رب. شايف برجع بعد كده ايش تدق انسايد اشوف سبب. اختكم وزميلتكم ان شاء الله سماهر انضمت الليلة وسجل في الحقيقة، حتنضم قريبا إن شاء الله. يا مرحبتين. شكرا لك سماهر. أتفضلي واصلي. شكرا. واصلي عندك إضافة تانية؟ لا. الله يحفظك. فنحن في الريشيوز بتوضح لك المشكلة وين، لكن ما بتقول لك، بقول لك بعد كده ابحث. وحيث أن الإنكم ستيتمنت والبالانس شيت، أول شيء الانكم ستيتمنت الرأسي بيحكي قصة، فلازم أرجع مثلا في الانكم ستيتمنت أول للرأسي أشوف الربح ده ليش انخفض، هل شيء طبيعي؟ الرأسي أقارن مع السنة اللي فاتت. ثانيا أرجع ليش للمقارنة مع الآخرين، أشوف هل كل الشركات مثلا زي شركة جوجل هل كلهم عندهم نفس الترند أما الترند هذا عندي أنا؟ أرجع كذلك للبالانس شيت وهكذا. فبدأ منك إيش؟ بدأ منك أنك أنت تدور على أسباب الريشيوز هذه. طبعاً بعد كده عايزكم إيش تشوفوا التحليلات دي. لكن بعد كلامنا الجميل عن البالانس شيت،
بعد كلامنا الجميل عن البالانس شيت اسماعيل. نعم. هل البالانس شيت خالية من العيوب؟ عديتك البالانس شيت هل تعتمد على اعتماد مطلق؟ لا غير خالية طبعا. ها؟ غير خالية. البالانس شيت اللي هو عندها عيوب كبيرة جدا. نعم. عندها عيوب كبيرة جدا. ممكن نقول قرايتها محدودة. Do not report the value of the company. ما بتديني القيمة السوقية بتاعتها، بتديني القيمة الدفترية. Do not report the company value. ما بتديني قيمة الشركة. يعني معناها المشكلة إيش؟ Many assets يا إسماعيل أصول كثيرة are not reported on the balance sheet. في أصول كثيرة جدا ما reported في الـ في الـ في البالانس شيت. زي إيش؟ زي الهيومن ريسورسز، الموارد البشرية، البروسيسز بتاعت الشركة. الموارد البشرية هل منسجلهم كأصول عند الشركة؟ ها؟ إسماعيل؟ نعم. هل شفت وصول، هل شفت الموارد البشرية قالوا في البالانس شيت دي قيمة الموارد البشرية؟ لا. هل الموارد البشرية إذا كانت يعني ممتازة جدا هل هي قيمة مضافة أم لا؟ مضافة جدا. طيب معناها البالانس شيت is not reporting the human resources. إيه. معناها عيب كبير جدا. نعم. الفاليوز، شوف العيب الكبير ده، الفاليوز اوف سيرتين اسيتس، قيم بعض الاصول ار ميجرد ات هيستوريكال كوست، بنقيسهم بالتكلفه التاريخيه، نوت ماركت فاليو، ليس القيمه السوقيه، نوت ريبليسمنت كوست، ليس قيمه الاستبدال اور ذير فاليو. يعني عندك مثلا في الخرطوم، في نعم. بعض الناس مثلا اشتروا اراضي في الخرطوم مثلا عام 80، كم بتلقى الحين مسجلة في البالانس شيت؟ تلقى مسجلة بجنيهات. إيه القيمة الأولى. هل دي قيمتها السوقية الآن؟ لا طبعا. إذا معناها البالانس شيت ما أعطتني الحقيقة، القراءة الحالية للأصول. البالانس شيت العيب اللي فيها الأكبر استخدموا فيها الجادجمنت، الحكم الشخصي والاستيميتس والتقديرات الشخصية. They are not reported في البالانس شيت. مثلا for example عندك في البالانس شيت دي عدة أشياء تعتمد على رأيك الشخصي، مثلا زي الاستهلاكات. الاستهلاك لكي أستهلك أي أصل من الأصول محتاج إيش؟ محتاج أعرف الكوست وأقسمه على الـ على على التايب أو اللايف بتاعتها، وعايز أعرف القيمة الخلد الثابت. الكوست دي اللي هي التكلفة التاريخية، دي بتكون معروفة ومسجلة. الثابت هذه قيمة تقديرية، صار بي فيها القيمة اللي أنا ببيع بها الأصل في حياة في نهاية حياته، قيمة تقديرية. وعمره أيضا قيمة تقديرية بتقدره الإدارة. فمعنى الكلام ده أن الديبريسيشن، شوف حساب الديبريسيشن يعتمد على قيمتين تقدير شخصي من ثلاثة قيم. أليس من الممكن أن أتلاعب فيها إسماعيل؟ نعم ممكن. ممكن أتلعب في الديبريسيشن ولا لا؟ نعم ممكن. أيضا عندك مخصص الديون المعدومة، مخصص تقدير شخصي برضه، تقدير شخصي. مخصص المخزون التالف، تقدير شخصي. يعني أنا شخصيا ما برى رقم حقيقي في الميزانية العمومية إلا في الريفينيوز، الكاش. ها إيه. الكاش ده ممكن يكون اصلا ما فيه نقاش. نعم. الاي ار، هل الرقم اللي في الاي ار بيمثل فعلا القيمه اللي انا ممكن احصلها؟ تقديري، هو تقديري نفسه، تقديري.
يعتمد على أنا للديون المعدومة من هذا المبلغ. نعم. الانفنتري يعني ممكن تتعادل بالنسبة نفسها أو تحصل كاملة. طيب الانفنتري هل قيمة حقيقية؟ قابل برضو لخسائر، قابل لإتلاف، قابل لإتلاف إيه؟ يعني التكلفة اللي أنا اشتريته بها ربما القيمة السوقية بتاعتها تختلف. نعم. طيب الليابيليتيز. نعم. مثلا زي الاي بي، الاي بي يعني أنا بقول لك ممكن يكون الاي بي ما كلها مسجلة، في ديون أنت لسه ما سجلتها. نعم. اللون يمكن يكون قريب الحقيقي، لأنه اللون ده أنت تربط نفسك بإيش؟ باتفاقيات. حقوق الملكية الأونرز إيكويتي هل حقيقية؟ فعلا ما هي بتعتمد على تقدير الوصول وتقدير ال يا سلام عليك، تعتمد على تقدير الوصول وتعتمد على تقدير الليابيليتيز. فإذا البالانس شيت عيوبك كبيرة جدا. طيب الانكم ستيتمنت، هل تقدر تقول لي الانكم ستيتمنت الربح اللي بيجيك، تقول لي والله ده فعلا الربح الحقيقي؟ طبعا هو فيه جزء تقديري، ما يخص الاهلاكات مثلا. ايوه. ما يخص السيلز، ممكن تقول المبيعات انت ما سجلتها، صح ولا لا؟ نعم. قصد تعتمد على تكلفة المخزون، فانت ممكن تتلاعب لي في تكلفة المخزون. المصروفات ممكن المصروفات زي ما قلت انت فيها الديبريسيشن تقديري، فيها الباد ديت الديون المعدومة تقديرية، فيها مخصص المخزون تقديري. يعني النت انكم ده في النهاية أصبح إيش؟ تقريبا كله تقديري. لكن نسبة يعني الانكم ستيتمنت أنا بشوفها أسوأ من إيش؟ أسوأ من البالانس شيت من ناحية يعني تقدير أو هنا. شايف؟ ف عندك الانكم ستيتمنت اللي هي نجي بعد كده. انا عايز الجماعه يعني يحضروا اكبر كميه ممكنه من التحليل ده، لكن نحن زي ما وعدنا الجماعه عندنا بنشتغل معاهم ساعتين، ضاعت مننا تقريبا ربع ساعه. انا بس بمشي بس بشرح ايش، بشرح البيز، قاعدة البيز. لأنها مهمة جدا، قاعدة البيز بشرحها لأنها بتساعدني في تحليل حسابات الميزانية العمومية، ما هي قاعدة البيز؟ شكرا إسماعيل. قاعدة البيز بعد شوية بحتاجك. قاعدة البيز بتقول لك إيش؟ بتقول لك البيجينينج زايد، كل هذا حاجة أشرحه، أديشن ناقص، سبتراكشن سبتراكشن يساوي اندينج. ماذا يعني؟ معناها الرصيد الافتتاحي البي زائدا الاضافات اديشن ناقص السبتراكشن الخصميات يساوي اندينج. يعني كل حساب في البالانس شيت عنده رصيد افتتاحي وعنده رصيد ending. ماذا يعني بالرصيد الافتتاحي؟ الرصيد الافتتاحي هو الذي بدأ به السنة
والرصيد الاندينج هو الرصيد الذي انتهى عليه الحساب. اعتقد دولة ما عندك فيهم مشكلة. البيجينينج اللي هو بتاع السنة هذه هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن اندينج السنة الماضية. زي ما انت بتشوف اللي هو بيقول لك تحولوا السنة الاندينج السنة الماضية بتفتحوا وتعملوا افتتاح. ده البيجينينج والاندينج. فأي حساب بالانس شيت عنده ايش؟ عنده بيجينينج وعنده اندينج. عشان كده البالانس شيت بتحط عمودين لما تيجي تقارن. بتحط رصيد السنة الهادي اللي هو الاندينج في هذه السنة وتقارنه مع الرصيد الاندينج السنة الفاتت اللي هو نفسه البيجينينج. طيب أي حساب عنده إضافات وعنده سبتراكشن معناها إيش؟ معناها أي حساب بينضيف في أشياء بينضيفها للبيجينينج. البيجينينج زائد الإضافات ناقص السبتراكشن. السبتراكشن اللي هي الأشياء التي تخفض الحساب. فمثلا يا أستاذ إسماعيل لو أنا عندي في الـ AR زمم المدينة زمم المدينة لو قلنا الرصيد زمم المدينة الرصيد الافتتاحي بتاعها 3000 زمم المدينة دي الحساب معناه حساب العملاء بيزيد بإيش؟ حساب العملاء دي بيزيد بإيش؟ حساب العملاء بيزيد بالمبيعات. بالمبيعات هي مش... نعم. يعني المبلغ اللي انت عايزه من العميل بيزيد. نعم. بيزيد بالسيل زائد سيلز بينخفض بإيش؟ بالسداد. بالسداد تحصيل. بالتحصيل كولكشن. اي نعم الله يفتح عليك. بيساوي لك الاندينج معناها 3000 اذا كان انا بعت له بعشرة آلاف صار 13. 13 أيها السلام عليك. ده المبلغ المطلوب منه كله. أيها سدد منه 8 ولو حصل له خصمي برضو. لو حصل له خصمي لو حصل له أي شيء معناه 13 انتهى بكم؟ انتهى بخمسة. انتهى بخمسة معناها الرصيد البيجينينج والاندينج بيتغير حسب الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان هم المبيعات اللي حصلت خلال السنة ناقص الكوليكشن خلال السنة. هنا الرصيد كان 3 ارتفع إلى 5. لماذا يا إسماعيل؟ ارتفع إلى 5 لأنه التحصيل كان قليل. أقل التحصيل خلال السنة أقل من السنة خلال الفترة أو خلال الفترة أقل من المبيعات لذلك زادت على إيه؟ زادت على الرصيد. مضبوط. إيه. مضبوط مضبوط. لو كان قلنا هنا 12 12 حيصفي ألف. حيصفي ألف معناه انخفض. معناه تحصيل ممتاز لأنه التحصيل خلال السنة أكبر من المبيعات خلال السنة. معناها إيش اللي حصل خلال السنة؟ الـ 12 ألف دي أنا قلت إيش؟ أنت حصلت إيش؟ حصلت افترضت أن حصلت كامل مبيعات الفترة و 2000 من المديونية 2000 من المديونية القديمة. نعم. فهنا ده البيجينينج زايد الأديشن ناقص سبتراكشن يساوي الاندينج. ده بالنسبة لحساب الذمم المدينة. طيب للمخزون. المخزون أيضا beginning مخزون الافتتاحي زايد. حساب المخزون بيزيد بإيش؟ حساب المخزون بالمشتريات. بالمشتريات ناقص أوامر الصرف الصرفيات. أيوة. اللي هو أنا بحوله لإيش؟ لما أبيع مخزون بحوله إلى cost of goods sold. تكلفة البضاعة. تكلفة البضاعة. تكلفة البضاعة المباعة. لأنه بحول المخزون لتكلفة بضاعة مباعة بيساوي ending. لو حصل نفس الحركة بالنسبة للمخزون 3000 كانت البداية. اشترينا بعشرة
جديدة. حولنا لتكلفة مبيعات 12. الاندينج خمسة. هذه المعادلة ماذا حصل في حركة المخزون؟ إنه كانت التغذية أكبر من المصروف. اللي هو ال مشتريات أكبر من المبيعات بكثير. لا، كانت المشتريات أقل من أقل من اللي وديناه على تكلفة مبيعات. يعني هي عندي الكوست اوف كوست جود هنا 10 ولا كم؟ 12. 12 أكبر. أي نعم 12 وهنا 10. أيوة نعم. فهنا معناها تكلفة المبيعات يعني أقل من تكلفة المبيعات أكبر من البيرتشيز. معناها خلال هذه السنة بعنا تقريبا كل مشتريات السنة، وبعنا ثاني 2000 من المخزون السابق. هي دكتور هنا استفسار. معذرة، في استفسار؟ ها؟ عندي استفسار هنا لو تكرمت. الكوست جود سيلز هذه للبضاعة اللي تم بيعها فعلا ولا للمنتجة؟ لا، للبضاعة، تكلفة البضاعة اللي بعناها. تكلفة البضاعة اللي بعناها دي التكلفة بنجيبها من وين؟ التكلفة بنجيبها من الإنتاج. نشوف هناك كلفنا كم في الإنتاج، هي نفسها التكلفة اللي بتقيم بها المخزون ده. نعم. كان كلفك مثلا 500 هناك في الإنتاج، المخزون اللي أنت بتقيمه عدد الوحدات اللي عندك في 500، وبتتحول في النهاية على الخطوات كالآتي: الإنتاج أو الشراء المباشر، حولها بعد كده إيش لفينش جودز، الخمسمية بتحول لفينش جودز، بعدين بتحولها إلى مبيعات. لما تبيعها بتحولها إلى إيش؟ إلى حساب كوست أوف جودز سولد. نعم، يتحول الى حساب كوست اوف جودز سولد. ممتاز. فدي مؤشر انه البضاعه، انه المبيعات استنفذت كل المشتريات الجديده زائد 2000 من الرصيد المرحل بالضبط في المخزون. يساوي ايش؟ يساوي الاندنج. يساوي الاند. هنا كده انا بقدر اقرا حساب الاي ار وبقرا حساب. طيب، ودي فائده البيز هنا. يعني هذه يعني انا شايفها اهم. بعمل ايش؟ انا هنا بعمل السيلز، الكوست اوف جود سولد، البيز. هذا اهميه مقاعده البيز، اهميته انه بيربط لك الانكم ستيتمنت مع البالانس شيت، او بمعنى بيحول لك البيجينينج بالانس شيت لاندينج بالانس شيت. بحولها مين؟ بحولها الانكم ستيتمنت. سيلز ناقص كوست اوف جود سولد، الجروس بروفيت خلينا منها، ناقص انا الاكسبنسز، بدي لك في النهايه النت انكم. دي الانكم ستيتمنت. فانا لو بديت بايش؟ بديت البيز، ببداه بالاي ار، معادله الاي ار، وبعمل بيجينينج هنا وبعمل اندينج. معادلة بتاعت البيجينينج زائد الاديشن ناقص سبتراكشن يساوي الاندينج. لاحظ الحين البيجينينج والاندينج. اين اجد البيجينينج يا اسماعيل؟ في نهايه السنه الماضيه. ايوه، ده نهايه السنه الماضيه. والاندينج ده اللي هو في التريال بالانس عندك في نهايه هذه السنه. ده اللي عارفه. معناها الـ AR زائدا بتزيد بإيش؟ الـ AR بتزيد بالسيلز ناقص الكوليكشن يساوي إيش؟ الـ Ending. الـ Ending. الـ Inventory. لاحظ أنا الحين استخدمت إيش؟ استخدمت المبيعات. ربطت إيش؟ ربطت الـ Beginning مع المبيعات مع كاش فلو. اداني ايش؟ اندينج. الانفنتوري بيجينينج زائد بروشر بيرتشيز
ناقص cost of goods sold يساوي إيش؟ الending. الAR الinventory الAP يلا الAP الaccounts payable البيجن زايد حساب المورد بيزيد بإيش؟ بالمشتريات. المشتريات طالما حساب المبيعات بيزيد بالمبيعات ده بيزيد بإيه؟ بيزيد أيضا بالpurchases ناقص ها؟ السداد البيمنت. payment يساوي الending. الأكروال الأكروال اللي هو اللي قلنا ده موردي الخدمات زايد الإكسبنسز ناقص البيمنت يساوي الاندينج. الأكروال زي الموردين زي الموردين بيزيد بيزيد بشنو؟ الأكروال بيزيد بالسيرفايز الخدمات نفسها؟ أي بالخدمات. ما الخدمات اللي هي بتقول إكسبنسز يعني خدمة مثلا لو قدموا لك خدمة بتاعت كهرباء مش تقول من حساب الكهرباء؟ ها؟ بتقول من حساب الكهرباء إلى حساب الأكروال. نحن شغالين أكروال، شغالين أكروال، كل نظامنا شغال أكروال. صح؟ تمام، تمام. أنت بتقول من حساب الإكسبنسز، ما بتقول من حساب البركيزي. بتقول من حساب الإكسبنسز. تعمل الداين مين؟ تعمل الداين الأكروال ده، ما بتعمل الداين الـ AP. ممتاز. طيب. دول لاحظ هنا كل حسابات الانكم ستيتمنت استخدمناها والمبيعات البيرتشيزز انكم ستيتمنت الكوست اوف جود سولد كوست اوف جود سولد الاكسبنسز هم الثلاثه اهو مبيعات كوست اوف جود سولد اكسبنسز ربطت مين ربطت البالانس شيت البيجينينج مع ايش مع الاندينج بالإضافة لكاش فلو كاش فلو بالإضافة لكاش فلو طيب نعم. هل من الممكن تطبيق قاعدة البيس على الأصول الثابتة الفيكس أسيت نفس الشيء إيش البيجينينج يساوي أنا عارف الاندينج البيجينينج والاندينج عارف الأصول بتضيف بإيش؟ بتزيد بإيش؟ بالأصول الجديدة. أيوة ده بنقول عليه إيش؟ نقول عليهم additions. اللي هو إضافات جديدة للأصول. ناقص الإهلاكات. ناقصاً لا خليها لا ده حاجة لكن accumulated depreciation. لكن الأصول الثابتة كتكلفة. موردين دكتور الموردين نقص الموردين لا حساب الأصول السبعدات ناقص الاستبعادات disposal مثلا الأراضي ممكن تزيد بالإضافات اللي عليها نعم ناقصا إيش ناقصا الديسبوزل اللي بيعتها بها القيمة اللي بيعتها بها أو تكلفة سوري تكلفة القيمة تكلفة الأصل اللي بيعته disposal بيساوي لك الending يلا accumulated depreciation beginning زايد حساب accumulated depreciation دائما بترمي فيه إيش بتزيد depreciation expense depreciation expense حق السنة yes period ناقص disposal disposal بتاع أصول ثابتة معناها أنت برضو هتشيل الاستهلاك المجمع بشيل استهلاك الأصول اللي بعتها هذا بشيل مجمع استهلاك الأصول اللي هي اللي بعتها هذا معناها هنا disposal اللي هو بيقول لك accumulated disposal يساوي لك إيش ending ending تعال بعد كده الـ AP loans القروض البيجينينج زايد ها القروض
بعدين برصيد افتتاحي بيزيد بايش؟ ايوه قولوا البنك او الكاش لا الليبيليتي الليبيليتي اللي عندك بالتمويل يا دكتور ايوه نيو لون نيو لون نيو لون ناقص بيمنت ناقص البيمنت تساوي ليش ending يلا recent ending beginning زائد ده اظنها واضحة عندكم البروفيت حق السنة النت انكم حق السنة ناقص التوزيعات بيساوي لك ايش الاندينج ناقص الديفيدنس بيساوي فانت هنا لما تجي تحلل انا عايز دلوقتي اعادل الاند اوف سيرفيس حساب الاند اوف سيرفيس نعم حساب الاند اوف سيرفيس البيجينينج زائد حساب الاند اوف سيرفيس الاند اوف سيرفيس البيجينينج بالضبط المخصص حق السنه اي نعم المخصص هاي اللي هو المكون المكون اللي هو انت بتديله ايش بتوديه ال end of service expenses اللي هو expenses ناقص payment توزيعات توزيعات الربح payment تساوي لك ال ending yes. انا باجي بحلل الحساب بهاي الطريقه نعم yeah. يعني التحليلات دي انا بحللها بهذه الطريقه ما اعرف بعدين الشاشه دي اعتقد انه في الميم وفي المذكره عندكم المذكره عندكم لكن موجوده في النهايه نفس القواعد دي موجوده في النهايه العلاقات دي انا هحتفظ بها لكن العلاقات دي موجوده في النهايه اللي هو كيف انا احلل حسابات ال حسابات البالانس شيت analyzing the balance sheet accounts وهنا عندنا البالانس شيت account بمعنى عندك ايش عندك قلنا البيس تتكون من ايش تحملونا شويه البيس هي عباره عن ايش عباره عن البيجينينج زائدا ها زائد الاديشن ناقص السبتراكشن اندينج ده البيز الاصول بتزيد بايش الاصول بتزيد بالديبت وبتنخفض بايش بالكريدت الاديشن انكريز ذا البالانس ان ذا اكاونتس بالنسبه للليابيليتيز بالنسبة للليابيليتيز بتزيد بالكريدت وبتنخفض بالديبت وهكذا فأنا عندي مثلا البيجينينج بالانس زائد ناقص الانكم ستيتمنت زائد كاش انفلو اند اوت فلو بدي لك البالانس شيت الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن معناها هناك ربط ما بين الانكم ستيتمنت والبالانس شيت انا شرحتهم لكم على اساس انه بعد كده احنا حننفرد بايش هذه القاعدة موجودة البيز موجودة عندك وكيف البداية والنهاية فموجودة كلها عندك أوكي نحن زي ما اتفقنا معكم أنه حيكون فقط ساعتين اليوم سحبنا أكثر من ساعتين أو ساعتين وربع فأتمنى أنه الحكاية تكون بالنسبة لكم اليوم تحليل البالانس شيت مفيد ففي جماعة رافعين يدهم للأسئلة والأجوبة فلو في واحد عنده أي سؤال تفضل شباب ده في واحد السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يحييك يا دكتور بس في نقطة واحدة بس أنا اللي ما فهمتها
ممكن نرجع لها اخذ من زمان شويه. تفضل حبيبي. اللي هي اكتيفيتي روتيز اللي هي فيها دوران المخزون وعدد ايام حفظ المخزون. ذي الوحده بس. الدوران المخزون ماذا نعني بالدوران المخزون؟ خلينا عشان انت تفهم مظبوط. نعم. الدوران معناها شنو؟ تخليص القيمة اللي عندي أنا، قيمة المخزون اللي عندي ببيع بدورها بجيب مخزون جديد. مظبوط. فأنا لو كان يعني ده يتطلب إيش؟ يتطلب أقول لك أنت حجم المخزون العايز تدوره قدر شنو؟ يعني معنى حجم المخزون العادة أنت بتحتفظ به، حجم المخزون العادة أنت بتحتفظ به. فبيقول والله هذا الأبرج، المخزون أبرج مثلا، والله أنا بحتفظ بمخزون 10,000. المخزون لما تبيعه بتحوله لإيش؟ بتحوله لكوست أوف جودز سولد، صح؟ اتفقنا كده ولا؟ ممتاز. يعني أنت بعته مرة الأولى تحول إلى كوست أوف جودز سولد، جبت مخزون ثاني جديد، المخزون بعته أصبح إيش؟ أصبح زيرو. جبت تاني مخزون جديد 10,000، حولته إلى cost of goods sold، أصبح ال cost of goods sold كم؟ 20,000، صح ولا لا؟ نعم. أصبح 20,000. 20,000، نعم. مشيت هكذا مشيت هكذا إلى أن وصل لك 100,000 لحد السنة. ال cost of goods sold وصل 100,000. إذن العشرة آلاف دي دورتها كم مرة؟ 10 مرات. جبتها كيف؟ الأول حسبت الكوست أوف جود سولد على الإنفنتوري اللي عندك اللي هي 100,000 على 10,000 يساوي لي كم؟ 10 مرات. 10 مرات. إذا كان خلال السنة بتدوره 10 مرات، الدورة الواحدة بتاخد معاك كم يوم؟ أنا حاخد إيش؟ المعنى هنا الانفنتوري دايز، الانفنتوري دايز اللي هو حاخد إيش؟ حاخد السنة فيها 360 يوم على 10 دورات، على 10 دورات معناها كم الدورة بتاخد معاك كم؟ 36. 36 يوم. 36 يوم، صح ولا لا؟ نعم نعم صحيح. واضحة؟ أيوة نعم. الزيمة بنقيسها بإيش؟ بنقيسها بالمبيعات. ديك بنبيع بكوست أوف جود سولد، الزيمة المدينة بنبيع زي الإنكم ستيتمنت. الإنكم ستيتمنت مش عندنا السيلز وكوست أوف جود سولد. الكوست أوف جود سولد بيساعدنا في الإنفنتوري تيرن أوفر، لأنه بنحول الإنفنتوري إلى كوست أوف جود سولد. الديك بيساعدنا في الأي آر تيرن أوفر اللي هي المبيعات، لأن أنا العملاء بدورهم إزاي؟ بعمل مبيعات بـ10,000، مبيعات بـ10,000، بعمل مبيعات بـ10,000، مرة دي بعكسها بحصلها، بعمل مبيعات بخلق عملاء بحصلها تبقى زيرو، عمل مبيعات بـ10,000 تاني بحصل الـ10,000 تاني تصبح زيرو، وهكذا إلى أن أصبحت المبيعات 100. معناها 100,000 على حجم المبيعات هنا بديني الدورة بتاعتها 10 مرات. 10 مرات معناها العملاء ذي حيقعدوا معي 36 يوم بنفس المنطق. يعني هذا دوران المخزون ودوران الذمم المدينة، شايف؟ فنحن بس طبعا دي قلنا إيش بس فقط اللي هي شرح عام وليس شرح تفصيلي. ممتاز. في ثاني واحد رافع يده. شكرا يا دكتور، إجابة وافية. الله يحفظك. في حد ثاني رافع يده؟ أيوة. لا حاليا حسن، حسن إبراهيم. حسن إبراهيم. السلام عليكم. حبابك يا أبا. عندي سؤال بسيط دكتور، اللي هو برجعك ورا شوية يعني. الأهمية النسبية بالنسبة لأنه شركة يكون أصولها المتداولة أكبر أفضل
ولا الأصول الثابتة؟ وفي سؤال تاني، لو شركة مثلا مولد الأصول المتداولة بغرض طويل الأجل، ماذا تنصحه؟ واضح السؤال لك يا دكتور؟ جداً. واضحين جدا. طيب بالنسبة الأولى أيهما أفضل؟ أنه يكون عندك current assets أكبر أم non-current assets أكبر؟ هي تعتمد على مين؟ تعتمد على نوع البيزنس. فنوع البيزنس مثلا اللي هو الريتيل، اللي هو الجماعة اللي بيشتروا وبيبيعوا، بيشتروا ويبيعوا على طول، هذول أفضل يكون عندهم، لأنهم دول على طول المفترض أنه الكارنت أسس بتاعتهم تكون إيش؟ متحركة، يعني يكون عندهم أصول متداولة حجمها على طول بتحول إلى إيش؟ بتحول إلى كاش. فدول المفترض أنه أصولهم المتداولة تكون أكبر، يعني هم بشغالين على أصول المتداولة، مفترض أن الأصول المتداولة تكون أكبر من الأصول غير المتداولة، أنا أدل روح شغلهم. أما الشركات والمصانع، المصانع هذول المفترض أصولهم غير المتداولة، اشتروا مصانع حجمها كبير، تكلفتها عالية، ده يدل على إيش؟ يدل على أن المصانع جديدة، معناها مقدرتها الإنتاجية في المستقبل بتكون إيش؟ بتكون أكبر. فالمصانع إذا كان عندهم أصول ثابتة يعني قليلة، معناها أن جودة المصانع يعني ضعيفة، إما لأن استهلكوها كثير، وده بدأ يؤشر إلى إيش؟ يؤشر إلى أنه المقدرة الإنتاجية في المستقبل بتكون قليلة. فبتعتمد على أنه الشركات الصناعية عادة، الشركات الصناعية عادة أصولها غير المتداولة أكبر من أصولها المتداولة. وأيضا أنت عشان تشوف أيهما أفضل، أنت برضو بتقارن مع الشركات المشابهة بالنسبة لك. لكن عموما الريتيل والشركات الخدمية، الريتيل والشركات الخدمية هذول المفترض أصولهم بالدولة تكون أكبر من الأصول السابقة. بالنسبة للتمويل، سؤالك الثاني التمويل، أكيد التمويل يجب أن يكون current مع current، مع current assets تمويلها بـ current liability، و non-current assets تمويلها بـ long-term liability. لأنه ببساطة الكارنت أسيس متوقع أن تحولها إلى كاش في السنة هذه، تضطر أنك أنت تسدد التزاماتك المتداولة هذه السنة، كده بيكون أنت إيش؟ لم تحتفظ بكاش كبير، في نفس الوقت مشيت أمورك، يعني علاقتك مع السبلاير ممتازة. لو أنا مولت وصول متداولة، مولتها بقرض طويل أجل، اللي بيحصل كالآتي، اللي بيحصل أنه وصولك المتداولة بتحولها إلى كاش بسرعة، والكاش بيظل عندك، فكده الكاش يعني أصبح متعطل، وبهناك القرض بيحسب عليك عمولة، وما بيرضى عنه عمولة لأنه أخذ عليك قرض طويل أجل، عمولته حتكون عالية، معناه أنت عندك سيولة عالية جداً، في نفس الوقت بتتكبد خسائر كبيرة جدا في العمولات البنكية، لأنه في الغالب اللونج تيرم لون ما بيسمح لك أنك تسدد بسرعة، لأنه هو ذاته عايز يستفيد، عايز يديك القرض ده لفترات طويلة، وياخد منك عمولات، وما بيرضى أنه تقول لك لا خلاص يعني سدد لك القرض، يكون في اتفاقية أنه والله القرض ده 5 سنين، أنا كمقرض بكون عامل حسابي، والله أنا 5 سنين حاستلم منك عمولة، وخطط كل نتائجي زي البنك
بخطط كل خططه على أساس أنه هو حيستلم منك المبالغ دي. فأكيد الكرنت أسيت يجب تمويلها بكرنت لايبيليتي والنان كرنت أسيت تمويلها بنان كرنت لايبيليتي، دي ما فيها شك أصلا كمدير مالي. واضح الإجابة؟ جزاك الله ألف خير، ربنا يطول في عمرك. الله يحفظك، بارك الله فيك، كفيت ووفيت، والشكر موصول لأستاذ طاهر طاهر من غرفة الكنترول. الله يحفظك، شكرا جميل. شكرا بارك الله فيك. في واحد ثاني عنده أي أسئلة؟ السلام محمد ديناري تفضل، عندك سؤال؟ هلا دكتور عمر، السلام عليكم. هلا الله يخليك. انا عندي سؤال اضافي بس بالنسبه للاهميه النسبيه. ديناري ايوه نعم تسمعني؟ ها الان اسمعك جيد. انا بسال من الاهميه النسبيه اللي ذكرتها قبل شويه بالنسبه للاحتفاظ بالنسب، وخلينا ناخذ نسبه السيوله كمثال، هل في معيار ملزم ولا شيء بالنسبة لا. للشركات دي عشان تحتفظ بنسبة لا. معينة ولا لا حسب ال أنت بس بتقارن مع الـ مع الـ مع القرائن اللي هم المماثلين. الشركات لأنه في بعض الشركات بتكون ضروري الالتزام بنسبة عالية من السيولة. أيوة في أيوة. الصناعة نفسها، في الصناعة نفسها بيكون في نسب، يعني الصناعة معناها بقصد بها الشركات اللي شغالة في نفس مجالك أنت، في نسب بتكون موجودة في السوق. في السوق بس، لكن ما في إلزام، يعني أنا أقصد ما في إلزام من معيار معين ولا لا، مش إلزام ده بس عشان أنت عشان تحسن أداءك، تشوف أنت أداءك جيد أم لا، جيد أم لا، يعني ده لأغراض التشغيل فقط. أنت لو ما قارنت معناها أنت يعني أداءك ليس، يعني أنت ما بتستخدم أساليب العلمية في إدارة البيزنس بتاعك. أنت ما حدا بيجبرك أنه يقول لك لا شوف النسب دي والله سويها، لكن أنت بالنسبة لك لقياس الأداء تحتاج جدا. صحيح، للمستخدمين إذا كانوا داخلين في المؤسسة أو خارجين هم up to them. تمام، ممكن ما يعملوا النسب خالص وما يقارن، لكن هذا طبعا غلط، بيكون ماشي أعمى. صحيح، بيكون ماشي أعمى، بيكون مع ذاته معارف أن الناس ماشي وين. يعني أنا لو وجدت النسب بتاعتي هذه ممتازة جدا، ماشي حلو جدا، أنا بالنسبة لي ماشي، تلقى الآخرين أفضل منك. إذا لما تقارن مع الآخرين بتلقاهم هم أفضل منك، معناها أنت اللي ماشي وراهم، أنت دائما عايز تكون ليدر بتلقاهم هم أفضل منك. لا، المقارنة كريتيكال، المقارنة مهمة. شكرا كثير دكتور عمر، أستاذ طاهر. الله يرضى عليك. أستاذ طاهر في حد ثاني؟ أوكي لا ما في ثاني. السلام عليكم. يلا في سؤال ديل مين معنا ما إذا أمكن الاسم؟ محمد صحاب محمد، أهلا تفضل. أهلا أستاذ طاهر. دكتور، كنت عايز اسالك بخصوص الناس اللي بتشتغل في التحليل المالي، هل يعني اللي احنا شرحناه ده بيستخدموا اشياء تانية زياده ولا كثير؟ لا كثير جدا استخدموا تاني الكاش فلو، حتى الكاش فلو بالنسبة الكاش فلو وبيستخدموا يعني، لكن الرئيسيه اللي ممكن تطلع بيها من الانكم ستيتمنت والبالانس شيت هذه اللي هي الربحيه والسيوله والسولفنسي والفيرتيكال اناليسيس والهوريزونتال اناليسيس، دي الرئيسيه اللي بنستخدمها نحن في لكن بعد يعني مثلا لما تيجي داخل على التحليل فعلا الصح بتفكك الحسابات دي، تتفكك يعني الى جزء كاش وجزء نان كاش، وتعملوا بروجكشنز ويعملوا فوركاستنج ويعملوا يعني تحليلات اعمق من كده بكثير. في تحليلات تاني مثلا حللوا المبيعات على ينسبوا المبيعات
الى الموارد المستخدمه عندهم، مثلا الهيومن ريسورسز يقسموا مثلا زي الفنادق، الفنادق بيقسموا الايرادات على عدد الغرف عشان يشوفوا الغرفه الواحده ادائها كيف. الشركات الخدميه بتقسم المبيعات على عدد الافراد عشان يشوفوا الدخل اللي جايبه لهم كل واحد. في يعني ريشيوز هذه لا تحصى، لا تحصى النسب هذه. فالنسبة يعني أنت ممكن تخلق بنفسك، تشوف مثلا هدف معين، هدف معين عايز توصل له. والله أنا عايز أزيد المبيعات على الشخص الواحد، على الشخص الواحد معناها أعمل إيش؟ أعمل مبيعات على عدد رجال البيع، أشوف رجل البيع الواحد المفترض يكون نسبته كم. أعمل تارجت، أقول لهم المفترض السنة الجاية اللي هو ستاندرد، وأقارن بالستاندرد هذا عندي أنا أو بادجت بيسموها، أقول والله السنة الجاية المفترض أن المبيعات على الشخص الواحد تكون 100,000. عندك مثلا الجماعة بيعملوا إيش؟ بيعملوا المبيعات على الشخص الواحد والتكلفة الشخص الواحد، متوسط تكلفة الشخص الواحد، فبقارنوا المبيعات مع التكلفة. لأنه المفترض أنه أي شخص من رجال البيع يجيب لي مبيعات أكبر من تكلفته. فالنسب لا تحصى، في نسب تشغيلية، نسب مالية، نسب يعني لا تحصى. ليس هذا اللي ذكرناه زي ما قلت لك فقط، والله مقدمات، مقدمات للتحليل المالي وليس نهايته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبتين عمر. عندي بس دي حاجة بس في الشغل، عندي شركة، عندي شركة، المهم هي مصنع. عايز الكلام ده نسجله ولا نوقف التسجيل؟ والله عليك أنا بوقف التسجيل. وقف التسجيل، وقف التسجيل كويس.